الناس وتحيي النظريه لكل المنابر الاعلاميه والهيئات الحقوقيه المدافعه عن قضيه معطل سواء من بعيد او قريب. اليوم احنا جئنا هنا لكي نحتج على واقع التشغيل الذي تعرفه هذه المؤسسه، علما انه كل سنه تقطع علينا هذه المؤسسه بمباراه طبقا لقانون الاطار يحدد مناصب، بعد ذلك تتمر واحد الفتره تيجيو تنشوفوا عناصر جديده تشتغل. السؤال الذي يطرح، الم يكون حاليا بهذه المؤسسه وهي تدار باموال الشعب المغربي عن طريق فاتوره الماء والكهرباء التي تعرف ارتفاعا مهولا، الم يكون حاليا بهذه المؤسسه الاستجابه للمراسله عدد 161 وهي مراسله رسميه والنظر في تشغيل معطلي التسويق الاقليميه؟ اذا بالنسبه لي نحن كمعطلين لا يمكننا ان نبقى مكشوف الايدي، لابد ان نناضل على حقوقنا المشروعه. من جهه اخرى، الم يكن حاليا بهذه المؤسسه وهي لديها ميزانيه مستقله ان تدخل البعد الاجتماعي في سياستها المتعلقه بالتشغيل، علما ان ميزانيه السير هي ميزانيه مهوله، ما كنعرفوش حنا المناصب الاخرى فين كتمشي. كتعلن مباراه ديال قانون الاطار تتحدد لنا عدد محدد من المناصب، والمناصب ميزانيه اخرى لا نعلم اين ستذهب، لذلك فنحن كمعطلون ما غنبقاوش ساكتين على هذا الوضع، ونطالب بحقنا ونطالب بادماجنا في الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء طبقا للمراسله 161 اللي هي مراسله رسميه، ومع كامل الاسف لم تجيب، يعني اجابه كانت من اجل التملص من المسؤوليه وهذا غير مقبول بالنسبه للمعطلين. وتحيه نضاليه.